معنى البهجة ومعنى التلقائية ومعنى العفوية ومعنى سيدة قادرة على أن تشيع دوماً البهجة حولها في أي مكان تذهب إليه. الجميلة فيفي عبدو، الله عليك يا عمر، ايه الكلام الحلو ده؟ الله الله بقى، ويا اختي سم الله، ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله، ده انت متألق بقى. الله هو اكبر. شايف عمر؟ بسم الله ما شاء الله عليك يا عمر. انا سعيده بالكلام الحلو اللي انت قلته، وانت منور اداره المهرجان والتغطيه الفوريه قناه المهرجان انها تغطي فوري على الهوا، ده شيء جميل جدا. ده تقليد جديد وبتنطلق من العام الاول، وان شاء الله دايما يبقى وشك انت عارفه ان دايما بتفائل بوجودك معايا طبعا دايما يعني. الحمد لله، وانا كمان بتفائل بيك والله يا عمر. ربنا يخليك، انت مخرج جميل ومذيع رائع. من ضمن هذه الباقه لدينا عزه، عزه مجاهد، الوجه الجديد. هي ما عادتش وجه جديد متهيألي عزه، خلاص دي بقت ممثله ومتمكنه ومحترفه، ويعني بنشاهدك في اعمال عديده للغايه يعني. ازيك يا عمر، وحشتنا جدا. ربنا يخليك يا عزه. انا مبسوطه قوي ان انا معاكم النهارده، وانا جدا وبجد مبسوطه قوي ان انا بسجل معاك دلوقتي يا عمر. ربنا يخليك، انت عزيز علينا جدا يعني. حبيبتي عزه، انت بجد فاجئتيني يعني. انا بصراحه لا اخفيك سرا، في البدايه اعتقدت انه يعني بديهي ان يكون عندك نوع من التشوق للوقوف امام الكاميرا، بس لما اتفرجت عليك حقيقي انا اندهشت من هذا المخزون اللي جواكي ده. يعني كنت قاعده بترقبي ماما عن بعد ولا كان ايه اللي بالظبط؟ ربنا يخليك يا عمر. طبعا اكيد. بص هقول لك على حاجه، انا حبيت التمثيل والفن اكيد طبعا من ماما، كنت على طول بتفرج عليها وكنت بروح معاها التصوير وكنت ارجع اقلدها قدام المرايه عادي جدا، لغايه ما ابتديت واحده واحده احس ان انا حابه الموضوع جدا وان انا عايزه يعني اجرب اشتغل، وجربت والحمد لله تمام. لا الحمد لله اكيد يعني. فيفي كنت بتفرج عليكي وانا قاعد هنا مكاني، وكان الشاشات بتنقل على الهواء مباشره حفل الافتتاح، وحدث انه يعني ود بينك وبين الجميله إلهام شاهين، ولقيتها بتضحك مش عارفه تكمل كلامها. حبيبتي يا فيفي. خمسة مو. الله أكبر. فرجعت بالذاكرة لما كان عمر الشريف يعني كان يستمتع بإفيهاتك اللطيفة. الله يرحمه. دايما انت كده تشيعي بهجة حواليك. انا مبسوطة من الست دي، فنانة جميلة جدا إلهام شاهين، وما شاء الله عليها على حبها لمصر وحبها للسينما المصرية، وانها كونها تعمل فيلم في 4 سنين وتجيب فيه 5 شباب و5 بنات ومنهم هي، يعني انا عايزة اقول لك ان دي جرأة برضو بالنسبة لها. وان كمنتجة النهاردة ما فيش حد بيعمل افلام كبيرة زي ما هي بتعمل، هي بقلب جامد من حبها في مصر وحبها للسينما اللي هي عاشت عمرها كله في قلبيه، وبتدينا احلى ادوار قدمتها لنا، تاريخها طبعا حافل بالادوار الجميله اللي عاملاها بالنسبه لإلهام شاهين. النهارده كنت مبسوطه جدا وفرحانه لها من قلبي، وهي على المسرح زي القمر كده منوره، فكنت فرحانه جدا بيها. الحاجه الثانيه فرحت جدا للدكتور الفخراني، انبسطت جدا بتكريمه وربنا يديله الصحه والعافيه ويخليه لينا. انبسطت جدا لمحمود حميده، طبعا سياده الوزير منورنا طبعا مش عايزه كلام. انبسطت جدا اللي خد البرمت الممثل او المخرج، مش عارفه اذا كان ممثل ولا مخرج، اللي ذات الاحتياجات الخاصه وهو على التشير على الكرسي بالزبط. بياخد الجائزه. قد ايه شيء جميل انه الفن مش محتاج حلاوه ولا منظر ولا واقف ولا قاعد. الفنان فنان في اي كل حالاته. فانا انبسطت جدا جدا من اللفته الجميله ان ممثل او مخرج ياخد يتكرم ويطلع على المسرح بالتشير بتاعه بكرسي يعني، فانا مبسوطه له جدا، واهلا وسهلا بيه في مصر ام الدنيا. دوما يقال انه ازمه السينما لن يستطع انه يخرجها من كبوتها الا السينمائيين نفسهم، و المفروض لان كان زمان ناديه الجندي بتنتج احلى افلام ليها، ونبيله كانوا بينتجوا لها وهي بتنتج، يعني نبيله عبيد العتاوله بتوع الفن هم بينتجوا، لان اذا ما لقتش حد يقدم لها فيلم جيد هي عايزه تقدمه على مستواها الفني، اذا كانت مدام نبيله عبيد او مدام ناديه
جنجي او اي ممثله زي فنانه جميله الهام شاهين، فلو دور هي حباه ومش لاقي حد يعمله لها، وان النهارده بقى في افلام كويسه وافلام بتاعت السوق وخلاص يعني في وفي ده وفي ده، لكن الفيلم كويس بيثبت وجوده في اي وقت وفي اي زمان. فانا بهنيهم ان هم مش عيب ابدا الانسان ينتج لنفسه اذا عمل عايز يعمله ومش قادر حد تاني يعمله له، فانا من حقهم ان هم يعملوه ويتمتعوا بالسينما الجميله. ما كانش النجوم دي تبقى متواجده، مين اللي يبقى متواجد؟ يعني النهارده مهم جدا ان هم لازم السينمائيين يرجعوا بقى للزمن الجميل ويرجعوا لنا السينما المصريه الجميله والافلام اللي احنا عايشين عليها. لازم نرجع للزمن الجميل ده، هم بايديهم اللي هيرجعونا للزمن ده. الفنانة فيفي عبده، أنا أذكر أنه في وقت من الأوقات أنت تصديتي مع مجموعة من النجوم والفنانين وقررتوا أن أنتوا تعملوا مسرحية، أعتقد عدتوا لعبة الست تقريبا على المسرح، بطولتك وبطولة مجموعة من الفنانين، وكان بيخصص دخلها أعتقد لعمل خيري. عملت شباب امرأة، بس مسرح. شباب امرأة عملتها للأسف أن أنا ما صورتهاش، وكانت في وجود مين؟ العملاقة تحية كاريوكا، كانت هي عامله الام وانا عامله دورها وهي صغيره بالظبط، يعني انا ذاكرتي وكان مع فاروق الفيشاوي طبعا بالظبط. بمناسبه الحديث عن تكاتف الفنانين وعن دعمهم للسينما، انا فاكر ان انتوا عملتوا مصر وخصص دخلها اعتقد لهدف جزء ما خيري، جزء منها دي مش عاوزه اكلمها جزء منها طبعا. ليه يعني ما بنشوفش هذه المبادرات حاليا دلوقتي؟ والله يعني احنا دلوقتي جاهزين لاي حد يتمنى مننا اي خدمه هنعملها لبلدنا، احنا بنحب بلدنا جدا، كلنا عندنا وفاء والدم اللي ماشي في عرونا هو مصري، فاحنا بنحب مصر جدا طبعا. ومستعدين نعمل اي حاجه عشان خاطر بلدنا، بلدنا جميله. تعال شوف البلاد الثانيه بره، انا لفه العالم كله مش هلاقي زي بلدي ابدا في جمالها وفي طيبه قلبهم وطيبتهم وخفه دمهم بالتأكيد. يعني مصر دي مش انا اللي اتكلم عن مصر طبعا. هي مصر بتتكلم عن نفسها، مصر ام الدنيا في ليوت الشرق طبعا طبعا طبعا. عزه، وانت بتاخدوا خطواتك كده في عالم الفن، لو 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 قدر لك ان انت تقرري اعاده عمل اخر من اعمال ماما، ايه الدور اللي انت حاسه ان انت نفسك قوي كنت تكوني جنبها فيه او تقدمي نفس الدور على شاشه مره اخرى؟ لا هو بص، عايزه اقول لك هي كل الاعمال اللي هي عملتها انا بحبها اكيد طبعا اكيد. بس لو قلنا يعني ايه اقرب لي انا شخصيا، مثلا نقول امراه واحده لا تكفي، بتحبيها في الدور؟ بحس ان انا شبهها قوي في يعني في الـ في 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 الدور ده، او يعني بحس ان كاني انا. هو دور بالفعل اشاد بيه زكي بقى، ويعني فيلم امراه واحده لا تكفي طبعًا. يعني ده بيمس القلب، كانت ايناس الدغيدي اخراجها، وكان طبعا الله يرحمه ويحسن اليه احمد زكي الفنانة الجميله حبيبه قلبي يسرى، الفنان الجميل سماح انور، الفنان الجميل يونس شلبي، كان في مجموعه كبيره جدا من الفنانين في امراه واحده لا تكفي. الحقيقه انا اتمتعت بالفيلم ده، اتمتعت بالشغل قدامهم العمالقه. اعتقد ان انت حصلتي على جوائز عن هذا الدور، حصلتي على جوائز والله عن هذا الدور. ابدا يا عمر، انت عارف ان الفيلم ده خد 11 جائزه، وانا المفروض ان اخد حتى كان جائزه تشجيعيه ليا كاول عمل ودور خد صدى فظيع بالنسبه لي، وهو ده اللي وداني مع الاستاذ اسامه انور عكاشه والاستاذ محمد فاضل ربنا يديله الصحه والله يرحمه، الاستاذ اسامه انور عكاشه هم اللي خدوني عشان ما زال النيل يجري بعد الفيلم امراه واحده لا تكفي. خدوني قالوا مين البنت دي؟ فقالوا لي فيفي عبده. مش ممكن دي فيفي عبده، قالوا لهم لا هي دي فيفي عبده، فجابوني منها، عملت بطوله معاهم في ما زال النيل يجري مع الفردوس عبد الحميد ربنا يديها الصحه والعافيه والاستاذ محمد فاضل. في عبده ممكن تقدم على الانتاج السينمائي؟ ليه لا، لو عندي حاجه كويسه ومش ما عنديش حد يعملها اعملها طبعا، ومش انا بس، كل النجوم عملوا ياما نجوم كتار انتجوا لنفسهم فطبعا انا ما فيش مانع ابدا، لو حاجه ما عنديش حد ينتجها انتجها انا ما فيهاش حاجه. يعني احنا شايفين ان السينما عزه حاليا بتتعافى الى حد كبير، وهناك وعود من الدوله بانها لازم بقى الدوله تخش بقى تعمل افلام زي يعني زي زمان، يعني يبقى في النجوم كلها تشتغل، مش بس النجوم الشباب، لا النجوم القدام مع الشباب، يبقى زي ما كنا بنشوف الافلام زمان بال 12 نجم بال 15 نجم في فيلم واحد، كنت تدور مش عارف تكلم مين ولا مين في النجوم. يعني لو عرض عليك عمل انت فيه ما هي ما هي حبيبه قلبي
الفيلم اللي هي عاملاه إلهام شاهين، ما عامله اهو 10 نجوم جايبه في الفيلم ما شاء الله لا قوه الا بالله، الله اكبر عليها. فيعني هي رجعت للزمن الجميل اهو جايبه 10 نجوم، 5 شباب و5 بنات، فده حلو قوي. فليه لا ان احنا نعمل عمل متكامل وكل النجوم نعمله. ده ما فيهاش حاجه ابدا. لازم يعني الترابيزه ما بتشيلهاش رجل، بتشيلها 4 رجل، وده بيبقى حلو انك ما تبقاش شايل العمل لوحدك، يبقى عندك ناس ثانيه حواليك والناس تشوف نماذج مختلفة وأنماط مختلفة، ده شيء جميل جدا للسينما. يعني بتحسي يا عزة ماما يعني بتقدم لون لايت كوميدي وبتقدم أيضا التراجيدي الشديد قوي، بتحسيها أكتر في أي من النوعين أو من اللونين؟ أقول لك على حاجة يا عمر، هي بتتفوق على نفسها في أي حاجة بتعملها ما شاء الله. يعني هي كوميدي أو تراجيدي، أو هي يعني بتمسك الشخصية تمام، فبتقدرش تقول ان هنا احلى او هنا احلى. انت لو اتفرجت عليها في الكوميدي هتحبها، ولو اتفرجت عليها في التراجيدي هتحبها. هو كمان الكوميدي بالنسبه لي يا عمر هو خفيف، هو انا على طبيعتي فانا عملت الكوميدي ده على طبيعتي طبعا. يعني هو صعب انك انت يعني، هو طبعا انك تبقى كوميديا موقف دي من اصعب ما يمكن انك تعمل كوميدي بالطريقه دي يعني، بس شيء جميل اللي انا قدمته الحمد لله رب العالمين، والناس استقبلته حلوه قوي.